السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: التعويضات العراقية للكويت تفتح الباب على الأمريكية للعراق. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا من خلال أرقامنا التي ستظهر بعد قليل أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم على موضوع رأس السنة، الحكومة خيسة وهاي خيسة، ونعل أبوكم لابو شرفكم لابو يا سقاطة يا ود السقاطة، ترضون هاي هيجي؟ هذا حال الشعب العراقي وخاصة الحكم الشيعي، خاصة الحكم الشيعي. من الله يطيع حقكم، يا خيسة يا ود الخيسة، ترضون انتم كل من قابل عمامة على راسه وتكون الشيعة، ترضون هاي؟ شوف هاي مو هاي منطقة شيعية وشعبية كبيرة، وتداوم بيها القلاب الكلية والموظفين، الله يطيع حقكم. هاي لو هناك تداوم بالبرلمان ما تطلعون وراها، على أبوكم لا الشريف مالكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل البدء بتفاصيل حلقتنا لهذا الأسبوع، نود التنويه أن قناة الرافدين انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ الأول من شهر شباط فبراير هذا الشهر، وسينتهي العمل بنظام بث SD اعتبارا من تاريخ 28 من شباط فبراير من نفس الشهر. لذا اقتضى التنويه لمن يواجه مشكلة بمشاهدة صورة قناة الرافدين بشاشة كاملة، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى على نفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، من أجل أن يشاهد القناة بشاشة كاملة وبنظام البث الجديد. مشاهدينا، بعد اجتياح العراقي للكويت في مطلع التسعينيات القرن الماضي، فرض على العراق تعويضات بقيمة تجاوزت 350 مليار دولار أمريكي للكويت، وبعد أن تم تسديد كامل المبلغ في سبيل الخروج من البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة، تم انتهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، حيث وصف رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح أن الحرب العبثية التي خاضها العراق ضد الكويت لم تجلب للعراقيين سوى الخسائر. لكن ترى لماذا لم يتطرق برهم صالح للحرب الأمريكية على العراق؟ ولماذا لم يصفها بالعبثية رغم كل التقارير الدولية والتأكيدات التي تشير إلى أن الغزو الأمريكي للعراق لم يستند إلى حقيقة، وموضوع امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل لم يكن سوى كذبة أمريكية بريطانية من أجل الاحتلال؟ حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير هذا الكلام عندما خرج أمام وسائل الإعلام في 6 تموز 2016 واعتذر عن مشاركة بريطانيا في احتلال العراق. كما أكد ديفيد كاي رئيس فريق مفتشي الأسلحة الأمريكية على عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق، حيث قدم تقريرا في الكونغرس الأمريكي يثبت أنه بعد مضي 3 أشهر مع مشاركة 1200 خبير وإنفاق أكثر من 300 مليون دولار أمريكي، لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل، ما يثبت أن لا سبب للحرب سوى التخريب وما يدخلها في دائرة العبثية التي ذكرها قبل قليل برهم صالح. وهو ما يدفعنا للتساؤل مرة ثانية: لماذا لا تطالب حكومات وأحزاب السلطة بالتعويض من الولايات المتحدة عن تدميرها للعراق؟ ولماذا لا تقوم الأحزاب بالمطالبة بالتعويضات وهي ترفع شعار كلا كلا أمريكا؟ أليست هذه الجهات تصف أمريكا بالشيطان الأكبر؟ فلماذا لا تطالبها عن ما دمرته وما أحرقته وما قتلت من العراقيين تعويضات نظير التخريب والدمار الذي قامت به في العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا كما قلنا من خلال خدمة الواتس آب
التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم من أجل المشاركة بإرسال رسائل نصية، وسنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، غرد برهم صالح رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بشأن إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، وقال بأن العراق اليوم أصبح بلدا حرا يستطيع الانفتاح على دول أخرى بعلاقات متميزة ومن الناحية الاقتصادية كذلك. السؤال، متى كان العراق بعد الاحتلال مغلقا على نفسه؟ ألم يكن الاحتلال بابا لانفتاح العراق كما روجوا وقالوا؟ وليست دول العالم جميعها تدعم هذا النظام الحاكم في العراق منذ 2003 لغاية هذه اللحظة؟ إذن أين الانغلاق في الموضوع؟ ثم والأهم، كما قلنا، بعد أن تم إغلاق ملف التعويضات العراقية للكويت، لماذا لم تطالب أي من الجهات الحاكمة في العراق بتعويضات من الولايات المتحدة عن الدمار الذي لحق بالعراقيين؟ الدمار الذي لا يزال العراقيون يدفعون ثمنه لغاية هذه اللحظة، يدفعون ثمنه دماء، يدفعون ثمنه عدم استقرار، يدفعون ثمنه هدر بالمال العام بسبب اللصوص الذين جاءوا مع الاحتلال الذين يدمرون ويسرقون. لا يزال المواطن العراقي، العائلة العراقية، أجيال المستقبل تدفع ثمن الاحتلال الأمريكي. فلماذا لا تطالب أي جهة في العراق تحكم بتعويضات عن هذا الخراب وهذا الدمار؟ معنا اتصال. السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عزيزي؟ حياك الله. يعني برهم صالح من يحسب الحرب ضد الكويت حرب عبثية. زين، حرب الأمريكان من صارت في كم دولة ضد العراق هاي مو عبثية؟ زين، أنت احنا نقول تعويضات للعراق، تعويضات من أمريكا للعراق. نعم. زين، التعويضات ما راح تجي، هم راح يبقوها الأحزاب غير نفس الميزانية مال الدولة. نعم. ميزانة الدولة تنضرب كلها. نعم. كلها فساد 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 فساد. نعم. عزيزي كما تقول غرد برهم صالح. نعم. أنت سمعت أغراب يغرد؟ سمعت زمال يغرد؟ بدون أبو عبد الله لو تكرمت، بدون تجاوز أبو عبد الله، سيد أبو عبد الله لو سمحت، لو سمحت لو سمحت، بدون بس اسمح لي، لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي أرجوك، خلي أكمل وبعدين تفضل. مرفوض التجاوز على الأشخاص، أي شخص مهما كان اعترض على سياسته، على تصرفاته، انتقد أسلوبه، انتقد أدائه، لكن لا تتجاوز لفظيا لو تكرمت، تفضل. خلي طالب تعويض العراق بس بوحدة، تعويض العراق ما ليده هاي الدولة موجودة. تعويض العراق اللي يكون دولة شريفة. نعم. اللي يحكم يعني يحكم وطن شريف، عينه على بلده، عينه على 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 الشعب العراقي. لو هم تجي مثل مال الميزانية وتنظر بكلها. قبل كم سنة؟ قبل 2014 2015. نعم. من طلعوا لقاء مع بدر الشحن، من يسأل المذيع يقول له ميزانية 2014، يقول له راح صارت واقع حال، راح صارت واقع حال. شنو يعني شيف السوق راح صارت واقع حال؟ أنا عندي سؤال يعني سؤال يا أبو عبد الله، أتركك من برهم صالح اللي معروف انتماءاته وميوله، لكن لما نتكلم عن الأحزاب اللي اليوم رافعة شعار كلا كلا أمريكا وصارت هي الجهة المقاومة، ونحطها هاي طبعا بين قوسين، ذولا اللي موجودين اليوم اللي دي يقولون أمريكا الشيطان الأكبر والاحتلال، يصفوها في بعضهم يصفها، ليش ما يطالبون بالتعويضات؟ ليش ما حد منهم تجرأ لغاية الآن على فتح هذا الملف؟ يعني هو يقول كلا كلا لأمريكا، قل له هو لو ما أمريكا أنت تقدر تأخذ منصب أنت شنت. نعم. أنت لو تيجي تقيس هسه ماكو شاهدهم كله تزوير وتزوير، ما عندك كل شهادة. من تيجي توقف قدامك أنت كإعلامي وقل له تعال خطة مال أول ابتدائي وثاني ابتدائي. نعم. ما يقدر يقول وأمريكا الشيطان الأكبر. يعني الشيطان الأكبر ماكو وراء تبعية، التبعية هم الشيطان الأصغر. نعم. طيب. عمي عيب عليهم يقولون أمريكا الشيطان الأكبر، لو ما أمريكا ما يقدرون يوصلوا هذا المنصب. نعم. يقدر يوصل هذا المنصب؟ يعني كان ذاك الوقت وين كانوا؟ يطلع الشابندر يقول لك انا كنت مطارد امام صدام حسين وخاتل بحديقه الامه، يعني سولف شيء ينعقل.
انت لو تقول برا ايران تقول بالسعوديه تقول بالاردن تقول بالعقل قاتل بحديقه الامه هي حديقه الامه اسلامنا نعم كانت ذاك الوقت. سيد ابو عبد الله من صلاح الدين اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. مشاهدينا الكرام، كل دول العالم او اغلب دول العالم التي دخلت في حروب دفعت تعويضات نتيجة الأضرار التي سببتها لدول أخرى. على سبيل المثال، الحربين العالميتين الأولى والثانية كان لألمانيا النصيب الأكبر، ترتب عليها أن تدفع تعويضات كثيرة جدا من الحرب العالمية الأولى والثانية، تدفع تعويضات ولا تزال تدفع تعويضات عن الأضرار التي سببتها لدول كثيرة. اليابان كذلك، اليابان كانت من ضمن التعويضات التي مفترض أن تدفعها هي كل الأصول والأملاك وما تملكه الدولة اليابانية أو الإمبراطورية اليابانية في وقتها في دول محايدة كانت في الحرب العالمية، أو في دول تابعة للمحور أو للحلفاء، أو دول لم تشترك حتى في الحرب. كل هذه الأملاك التي كانت توجد في تلك الدول تم إعطائها من قبل اليابان إلى الصليب الأحمر الدولي الذي استخدم هذه الأموال وقام بتوزيعها بشكل أو بآخر. ألمانيا كذلك كان مفروض عليها 320 مليار دولار أمريكي، لكن تم تخفيض المبلغ إلى نحو تقريبا 4 مليارات دولار بسعر صرفنا الحالي. لكن أيضا كان هناك فرض على ألمانيا بأنه هناك أسهم تأخذها هذه الدول المتضررة في الشركات، في المصانع، في رؤوس الأموال الألمانية وكل ما تملكه الدولة الألمانية. هناك بصمة وهناك يد وضعت على جزء من هذه الأموال استحقاق للدول المتضررة. فلماذا لا تعمل هذه الحكومات أو لم تعمل الحكومات التي تشارك في حكم العراق منذ الاحتلال على أي خطوات تحقق للعراقيين رخاء اقتصاديا، تعوض العراقيين الذين دمرت منازلهم، الذين دمرت أعمالهم نتيجة الغزو الأمريكي، تعوضهم من الولايات المتحدة؟ لماذا فقط العراق يدفع للكويت لكن لا يطالب بتعويضات عن الضرر الذي وقع عليه نتيجة الاحتلال الأمريكي؟ معنا اتصال. السيد أبو أحمد من العمارة، تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ، أشكرك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أستاذ، بالنسبة للتعويضات هسه خوب يلتفون على الشعب العراقي، مو أحسن بدل ما يعوضون التفتوا على الشعب، على هاي الناس النازحين، هاي النازحين الناس الملة، النازحين، الناس المعوقين، الناس الفقراء. هسه هذاك يعوض، وهذاك فلان رئيس يعوض، ورئيس دولة يعوض، ونائب يعوض. يخلي التفتون شوي على الشعب، على الشعب هاي المظلومة، الناس النازحة هاي، خطيب الموصل. نعم. بذي الصفحة انتهت، يعني العالم فقراء، الأطفال شو ندلهم؟ خلي التفتون على الفقراء، خلي التفتون على المعوقين، كثرة المعوقين عندنا، والله شحت عندنا الأمور كلش، شحت الأمور كلش على الناس، يعني الناس ما يعني دولة ما تلتفت، ما تلتفت على هاي، قال التعويضات وش عشان التعويضات، وكل واحد يطلع وقال عوضت اللي قبل ما ربوه هن الفلوس مالتهم أستاذ، غير ما الشعب. طيب أبو أحمد، التعويضات نعم. العراقية للكويت هي مفروضة على العراق صار لها 30 سنة، لكن احنا نتكلم عن نعم. موضوع الأمريكان. الأمريكان طبوا للعراق غزو بدعاية كاذبة، بأسباب كاذبة، أنه عندكم أسلحة دمار شامل وغيرها، ودمروا البلد وأنهوا وجابوا مجموعة من اللصوص من الفاسدين يحكمون العراق. احنا نسأل هذولا اللي اليوم دي يحكون عن الدولة العراقية اللي دفعت تعويضاتها والتزاماتها للكويت، ليش ما تسألون، ليش ما تطالبون الأمريكان بدفع تعويضات عن الدمار اللي سببوه للعراق؟ دمروا البلد، شتتوا الشعب، قتلوا الناس، وما حد يطالب بتعويضات من أمريكا اللي دمرت البلد، لا هي ولا بريطانيا. نعم والله استاذ تتعب انت وانا اتعب وكل الشعب يتعب. احنا الشعب شو يكون بيقوى ويتكاتف، ما حد لا امريكي يدخل ولا اي انسان يدخل ولا اي فلوس. هاي التعويضات كيف موزعونه؟ والله يا استاذ كفيلك الله، يعني لو شعب يتكاتف الشعب يتكاتف يدمر، يعني شكو انسان فاسد يدمره. وانا استاذ محمد استاذ فدوى اروح لك، البارحه قلت لي عاوز الاتصال ابو احمد من العماره وانقطع الرصيد، فدوى اروح لك. نعم. بس اصبر لي دقيقه. تفضل. البارحه رادوا انسان يتعوض، هذا الطفل ابني من العمليه يساعدون من الخارج، فرادوا اسمي او شلون تحويل. انا اسمي رحيم حنين عليوي من العماره. ابو احمد. نعم. اشكرك سيتم التواصل معك
بشأن كل التفاصيل. شكرا يا أبو أحمد من العمارة، ويانا اتصال أبو سجاد من النجف. تفضل يا أبو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مثل مواطن من القانون وحاكم. أبو سجاد مدى أسمعك يا أبو سجاد، احكي لي شنو الموضوع؟ أقول لك أدى حاسب بوكي وحاسب لمن يكتن. طيب لا أي موتين أدى العراق يعني استعاد الكويت إذا الدولة العراقية، فصار يعني سبت الدنيا على العراق من كافة دول العالم. بروتين بالذات اجى اتفاهم ويا صدام حسين الله يرحمه. قال له عليك ان تتنحى عن الحكم. فاجى الرد العنيف من الرئيس الراحل. الان هو هم من هذه الدوله مثل ما كان العراقي ينادي بالثلاث مئة أرض عراقية. الآن هو أبو سجاد، شوف يا أبو سجاد، اللي ده تتفضل به أبو سجاد، اللي ده تتفضل به هو مو موضوعنا لهذه الحلقة. اليوم موضوعنا إنه مثل ما العراق يدفع، ليش ما يطالب بحقه؟ ليش هاي الحكومات اللي ده تحكم العراق ما تجرأت ولو للحظة إنه تفتح ملف التعويضات اللي المفروض أمريكا تدفعها للعراق؟ تدفعها بسبب الدمار اللي سببتها، تدفعها لأنه الحرب اللي سوتها حرب ما لها أي داعي، كان حرب تخريبية تدميرية دمرت البلد ودمرتها لأجيال، مو دمرتها في فترة معينة. ليش دول اللي موجودين في العراق ما يدافعون عن حقوق بلدهم، عن حقوق شعبهم، مثل ما الكويت دافعوا عن حقوق بلدهم وشعبهم وطالبوا بتعويضات نتيجة الضرر، مثل ما دول كثيرة طالبت بتعويضات نتيجة احتلالات على طول القرون أو السنين اللي مضت. ليش العراق وذول اللي دي يحكمون ما يطالبون بحق أبناء الشعب العراقي، ما يطالبون باسترداد الحقوق المسلوبة؟ ليش عايفين البلد ينباق، الاحتلال موجود ما موجود، دول الطب وتطلع وما حد يتكلم؟ بادي الأمور عندما الأمريكان احتلوا العراق ودمروا العراق، دمروا العراق تدمير كامل. فانتهى أحد المحامين الشرفاء من العراقيين وهو من الغربية اسمه كون الذاكرة، فدائما كان ينادي ويقول أريد بدنا وياي، أريد نتطوع بحيث نحاسب الأمريكان على دمار العراق ودمار الشعب العراقي. وما أقبل بلوك الوقت، هو ما أقبل إلا تعويض كل عراقي 250,000 دولار. يعني ما انطوا الفسحة والمجال بحيث نتحرك. لأن شنو اللي إجوا على الدبابة هم اللي حدوا من تحركاته. وكان أيامها نترك وحصل على دعم من بعض المحامين العراقيين وما انطوا مجال نهائيا. احنا الان مثل ما تتفضل بان هذا الشخص اللي يدعي لو كان حاضر حاليا ونقول الان اصلاح وغيره، يا ريت. لان العراق ليش يعني شنو السبب ما ياخذ تعويضات مثل ما اخذت الكويت؟ صار لنا 30 سنه الكويت تمص بدمه. طيب نعم، وصلت الفكرة سيد أبو سجاد من النجف، شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا الكرام، الجميع يعلم أن الشخصيات الموجودة في العراق التي تتبوأ مناصب سياسية حزبية تشارك في حكومات الاحتلال، في بداية الاحتلال كلها وضعت يدها بيد المحتل الأمريكي. تذكرون نوري المالكي كان في الولايات المتحدة، زار قبور قتلى الجنود الأمريكيين ووضع الزهور، أكاليل الزهور على قبور الأمريكان. هذا نوري المالكي نفسه اللي اليوم يتكلم عن أمريكا واللي سببتها، هو نفسه الشخص اللي لولا أمريكا لما تم تنصيبه في منصب رئيس الوزراء، هو نفسه الذي أبرم الاتفاقية الأمنية
مع الولايات المتحدة في فترته في عام 2008 اللي حنتكلم عليها بعد شوية، وعن مخاطرها وأضرارها على العراق وعلى مستقبل العراق، وماذا لو تجرأت أي حكومة من حكومات الاحتلال على إنهاء الاتفاقية الأمنية. حنتكلم بعد قليل عن أرقام مخيفة ستكلف العراق ضريبة لإنهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، هذا في زمن المالكي. مقتدى الصدر اللي في لقاء سابق شفته قال أنا ما عندي مشكلة ويا الأمريكان، هذا في بدايات الاحتلال. ذولا اللي دي يحكمون العراق، هؤلاء هم الذين يقولون اليوم أمريكا وكلا كلا لأمريكا والشيطان الأكبر، هؤلاء الذين يحكمون العراق اليوم. ويانا أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخي سعد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنت الشعب العراقي يعني في كم من يوم من هاي الحكومات إن تلتفت على الشعب هذا سعد محمد. هذول اجوا على ظهر الدبابة الأمريكية وجابتهم أمريكا وتيجوا هسه هذول القوات يعني يحاسبون أمريكا على جرح العراق. يا أستاذ محمد الله يخليك، عم ذولا هم باعوا العراق الهدف مالهم أستاذ محمد الله يخليك. الهدف هاي الحكومات المتحاربة من 2003 ولا حد لا شنو الخطة مالتهم؟ شنو الخطة اللي يخلي العراق مفلس ما عنده كل شيء بعد كل شيء؟ يعني يحاولون يطعون من الفلوس يودوها لأي دولة كان بس بحيث يفلس العراق يا أستاذ محمد. هذول تتأملون منهم خير الله يهنيك؟ وذول هم لبتهم أمريكا، وين كانوا عايشين هم ذولا؟ وين أنا عندي بس سؤال يا سيد. نعم كل تفضلت به كلام منطقي وكلام سليم، لكن أيضا هو سؤال يطرح اليوم كل مواطن عراقي غيور على بلده، دا يشوف بلده دا يضيع بسبب الاحتلال وآثار الاحتلال الأمريكي اللي جابت إيران وميليشيات إيران وأحزاب السلطة وغيرها. يسأل المواطن العراقي اليوم، وأنا أريد أيضا منك جواب، أنت لعل وعسى عندك جواب على هذا السؤال اللي يطرح. برهم صالح يقول على الحرب العراقية الكويتية بأنها حرب عبثية تخريبية تدميرية، ما سببت للعراقيين وما جابت لهم غير المشاكل وغير الأزمات وغير الديون المفروضة عليهم. طيب ليش ما ذكر أو ليش ما حد يذكر منهم من كل الأحزاب الموجودة في السلطة الحرب الأمريكية والغزو الأمريكي البريطاني على العراق؟ ليش ما يذكروه؟ ليش ما يذكرون أنه هي حرب تخريبية تدميرية ما كانت بها أي فائدة؟ ليش ما حد منهم يذكر هذه الأمور ويصف الحرب بوصف حقيقي؟ مو بس يتكلمون عن أمريكا والشيطان الأكبر، لكن ما يتكلمون عن الاحتلال، عن اللي سبب الاحتلال، عن الاحتلال اللي جاء بهم، ما يذكرون هاي الأمور. ليش برأيك؟ أستاذ محمد الله يخليك، مو أنت أم دارس وتعرف ذول هم جابوا تيجوا يعني يحكون عليهم. لا ليش يصيرون براسنا وطنيين؟ ليش يصيرون براسنا وطنيين ويقولون كلا كلا أمريكا؟ كذابين استاذ محمد دول كذابين والله العظيم. يا شو الشعب هذا شنو هم مكشفوا من السياسيين الى العبايد كلهم كذابين دول الله يخليك استاذ محمد. نعم دول تتبل منهم غير عبد الله العظيم والله اذا بس الشعب يمر عليهم ويخصم منهم ولا دول تمام. نعم استاذ محمد انت اولا طلت عليك شويه هذول شوف هسه الهدف مالهم شنو؟ الهدف مالهم حتى الاجيال القادمه راح يخلوها افلاس. افلاس هسه القروض جاي يستقرضون من الدول. نعم حتى علم حتى الدين القادم. نعم استاذ محمد هذول الله لفهم علينا ما ادري البلاء والله هذول. انا شكرا شكرا سيد ابو عراق من الفلوجه. ويانا السيد رياض من امريكا، تفضل يا رياض. موجود؟ فقدنا الاتصال. طبعا كما قلنا مشاهدينا الكرام، رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير خرج في عام 2016 وقال اعتذر عن المشاركة البريطانية في احتلال العراق في الحرب على العراق. لكن هذا الشخص
لم يعتذر للعراقيين عن الجرائم التي ارتكبتها القوات البريطانية في العراق، بل أيضا برر حتى اعتذاره بطريقة، أو فسر اعتذاره بطريقة أنه أن يعتذر عن مشاركة بريطانيا بالحرب، لكن إحنا ساهمنا بالخلاص من صدام حسين. نفس الكلام اللي قاله جورج بوش الابن أمام تقرير كبير مفتشي الولايات المتحدة، مفتشي الأسلحة في الولايات المتحدة، الذي خرج بتقرير يؤكد أن العراق خالي من الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، ويا 1200 خبير، وتم إنفاق 300 مليون دولار عليهم، وأخذ وقت 3 أشهر بحث واستقصاء وما وجدوا أي شيء. فطلع جورج بوش الابن وقال بأنه نعم لا توجد أسلحة، لكن تم القضاء على صدام حسين. القصد أنه الأسباب التي جاء بها المحتل الأمريكي للعراق أسباب كاذبة مخادعة غير حقيقية، وبالتالي شنو اللي يمنع إذا كانت هي هذه الدول نفسها بتقاريرها أكدت أنه ماكو سبب حقيقي لاحتلال العراق سوى فقط للخلاص من صدام حسين، وكانت هناك تحذيرات دولية كثيرة من هذه الحرب التي ستدمر والتي ستكلف العراق واللي احتلوا أموال كثيرة، ومع هذا ما حد سمع. فإحنا نسأل ذولا اللي موجودين بالحكم دون عن العالم، العالم كله يطالب بأقل ضرر تتعرض له دولهم من دولة أخرى، ليش الذولا الموجودين بالحكم في العراق صامتين عن المطالبة بأي تعويض، صامتين عن المطالبة باسترجاع الحقوق المسلوبة، أثار العراق، أموال العراق، كل ما سرق من العراق بسبب هذه الحروب، بسبب هذه الحرب بالتحديد، وكل الدمار الذي حل بالعراقيين، المفروض أكو دولة تطالب. لكن هل هذه الدولة أو الحكومات الموجودة في العراق قادرة أو تجرؤ على فتح ملف التعويضات أمام الولايات المتحدة؟ نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث، ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع مع قضية التعويضات العراقية للكويت التي تفتح الباب أمام التعويضات الأمريكية للعراق، اللي من المفترض أن تطالب بها حكومات الاحتلال أو أن تطالب أو يطالب بها العراق بشكل عام من الولايات المتحدة، نظير الدمار والخراب الذي حل بالعراق والعراقيين بسبب هذه الحرب التخريبية العبثية. معنا اتصال من ابو ياسين من بغداد، تفضل يا ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين الوطنيه. حياك الله، اهلا وسهلا. اخي بريمر ورا الاحتلال بايام يقول دلتت انا، يقول جده قدام المعممين والسياسيين، يقول انا شفت راح يقولوا لي انت تسوي ولا يقول صار يقولوا لي ايش وقت تسوي لنا رواتب. فيا اخي يعني هذول تريدهم يدافعون عن تعويضات؟ يعني هذول صناع، هم اجوا على ظهر الدبابه، هم شيء جتك من ايران وشيء من امريكا وتوسلوا بامريكا من 91 حد العراق بس تعالوا احتلوا بلدنا على مود نلبس وناكل ونشرب. اخي هذول تريدهم يطالبون التعويض؟ يعني هم حتى امريكا شالت ايديهم، هو اللي فلش له جامع واحنا موجودين بالعراق، اللي فلش له جامع هذا يحب الوطن، اللي يحرق له مصحف يحب الوطن، اللي يقتل السمك، اللي يفلش المحافظات، اللي يفلش الحدباء، اللي يضرب الحسن العسكري واللي يقول هل هذا كم مره هذا تريده؟ يعني عنده روح وطنيه يا اخي؟ يعني انا ما اعرف هذول شنو من البشر؟ يعني هم هذول هم ولد امريكا وايران. مو انا ارجع واسال هذا السؤال يا ابو ياسين، هذا السؤال تحديدا الانصار هذه الاحزاب، مو هي هذه الاحزاب، هاي الاحزاب مو مهم شنو يكون جوابها،
لكن أنصار هذه الأحزاب، القاعدة الجماهيرية اللي تمتلكها هاي الأحزاب والميليشيات، ذولا لما يرفعون شعار الموت لأمريكا ويحطون العلم الأمريكي على القاعدة ويمشون عليه، أو الإسرائيلي الصهيوني، ويلزمون العلم الأمريكي ويحرقوه، وصواريخ على المحيط السفارة توقع ببيوت الناس الآمنين، ذولا اللي صدعوا رؤوس العراقيين أنه هم مقاومة. طيب، من أشكال المقاومة المطالبة بحق الناس المظلومة، ليش ما يطالبون بحق العراقيين؟ مو يدعون أن هم مقاومة؟ مو يدعون أن هم ضد الاحتلال الأمريكي؟ مو يقولون كلا كلا أمريكا؟ ليش ما يسخرون أدواتهم السياسية لرفع قضايا دولية، تدويل القضية والمطالبة بتعويضات والضغط على أمريكا، ويسوون الموضوع حقيقي إذا كانوا هم صادقين؟ ليش ما يسوون هالخطوة؟ اخي هاي اتفاقيه يا اخي، هذول من يدوشون على العلم الامريكي يقعد على اساس يضربون السفاره. اخي هاي اتفاقيه يقنعون بها الناس الاغبياء مع كرامات الشعب العراقي، ترى فيه هواي ناس اغبياء. فما يقنعون الناس الوطنيين اللي مثلك ومثلي ومثل هواي ناس وطنيين يعني. فاخي هاي اتفاقيه، هي امريكا اكو لو ما تطلع افلام اجنبيه من يتفق ويا صاحبه يقول له اوقف قدام هذا ودك حجه تضربك وتجنق يوقع بذاك. فأخي هاي اتفاقية هم جماعة المقاومة وأمريكا وغير أمريكا وإيران وهاي السياسيين المعممين كلهم هدفهم تفليش هذا البلد. هو أهم شيء العراق يفلسونه، لأن هو العراق هو البوابة الشرقية. أحد المشاركين أبو عراق من الفلوجة يقول لولا الأمريكان ما قدرت هذه الأحزاب أنه تحلم تدخل العراق أو تحكم العراق. هل تؤيد هذا الطرح؟ نعم اخي، اي نعم ايده، اي نعم. هي امريكا، لو ما امريكا تحت العراق هذول يسيطرون على البلد. مو ذاك كان لازم لهم كل الحدود العراقيه، ومو بس العراقيه، لازم كل الامه العربيه. فنعم هي، اي نعم كلامها مضبوط. طيب انا عندي سؤال يا ابو ياسين. هسه عفنا من التعويضات الامريكيه للعراق، خلينا نتكلم عن الاموال اللي دخلت الى العراق من 2003 لغايه اليوم. الاموال اللي دخلت إلى خزائن الدولة العراقية بحسب محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي، قال بأنه تكفي لبناء عراق جديد، يكفي يتسع ل 30 مليون نسمة. هاي الأموال وين راحت؟ وين راحت هاي الأموال؟ ما نريد تعويضات، عفنا من التعويضات. الأموال اللي دخلت العراق كبيرة جدا، تقديرات تشير إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي اختفت من العراق، اختفت من العراق هي أموال العراقيين. هاي الأموال تهدى للعراق، تهدمه، ترجع من الصفر احجار، وبعدين تبني على احدث طراز، وهم يظل بيها فلوس. نعم. وين راحت هذه الاموال؟ ليش ما انفقوها على العراقيين؟ اخي هاي كلها بجيوبهم. يعني هو حتى يقول لك من غير دوله، هي قلت لك اتفاقيه يريدون العراق ينطلق فوق من شعر راسه. على مود من يجيك المحتل الامريكي والايراني يقول لك احنا نطينا العراق، فاحنا نريد حصه تربه العراق. هم هدفهم تربه العراق ياخذون بحصه على قيد. هو همشي العراق، قلت لك العراق من يتقسم أربعة لو خمسة بعد انتهى، لأن هو بوابة العرب. طيب. هو البوابة الشرقية، فهم هدفهم تربة العراق. نعم. هاي أصلاً اتفاقية هاي بيناتهم. أشكرك يا أبو ياسين من بغداد، شكرا يعني جزيلا لحضرتك للمشاركة. ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، هي الحرب بصورة عامة مدمرة. نعم. يعني ما بها لا رابح ولا خاسر، لأنه الضحية أول وثاني هو الشعب. نعم. لكنه أنت تقول هذه الحكومة ليش ما طالب أي أمريكا بالتعويضات؟ هم من اللي جابتهم؟ هم اللي جابتهم أمريكا. نعم. بس أنت هسه نقول التعويضات مال الكويت، نقول بها يعني المجلس الامين، الامم المتحده وافقوا على التعويضات. لكنه المشكله والطامه الكبرى يا استاذ محمد، انت شايف لك مجموعه من اللي سلطوا على هذا البلد بعد 2003 يدينون البلد مالتهم. يعني انت عرفت كل زين بالتعويضات والحرب العراقيه الاسرائيليه، هاي المجموعه اللي الحاكمه يعني طالبت العراق بتعويض ايران. يعني اللي جاء له من العراق هو البلد الفقري، انت حتى مكتوبه. يعني انت تاكل بخيرات البلد،
ودينها في البلد. يعني هذه كارثة هذه. نعم. هسه نقول والله الكويت التعويضات مالت العالم المجلس الأمين وهم متعب ترى أشوف دول السفنة اللي يقيم ثراث هذا البلد ويدينون هذا البلد. يعني أنت ليش تستغرب هذا الكلام يا سيد عبد الرزاق؟ واحد مثل واحد مثل واثق البطاط أحد زعماء الميليشيات بالعراق قالها صراحة أمام وسائل الإعلام، وهو واحد من مجموعة كبيرة يؤيدون نفس الكلام، أنه إذا صارت حرب بيننا وبين إيران، يعني بين العراق وبين إيران، هنوقف نقاتل ويا إيران. هذا كلام زعيم ميليشيا يحط وراء العلم العراقي من يطلع بالتلفزيون يقول هذا الكلام، يصرح هذا التصريح. ليش تستغرب هذا الكلام من الميليشياويين المتحزبين؟ نعم هسه يقول هذا مخبر يقول هذا فد واحد تافه من التوافه، بس اللي متصرفين على الحكم اللي الحكم البلد هم اللي اليوم يقودوه ورؤساء احزاب وكتل. نعم. يعني يدينون بلدهم ولا هو مو بلدهم هذا هم عن يعني سبقوا دولة مستوطنين. نعم. دولة ناس يعني دخلاء البلد. نعم. تتفق واحد يدين عائلته يعني يخسر بيته يعني هم يعني هو من الوعود من الوعود اللي جاء بها الاحتلال، اللي جاء الاحتلال بها هؤلاء حاملين هاي الوعود، الحياة المستقرة، البلد المستقل، صاحب القرار، صاحب السيادة، هاي المواصفات، القرار والسيادة والاستقرار والاستقلال، هاي المواصفات إلها شروط، من شروطها أنه هاي الدولة تكون دولة قوية، اللي يحكمها يكون إلها شخصية يمثل هاي الدولة أمام الدول، يقول أنه العراق تضرر بسبب الحرب. حتى لو الأمريكان جاوبي، المفروض إذا هم يحملون هاي الشعارات مثل ما يقولون، حتى لو الأمريكان جاءوا بهم، المفروض يقولون نعم، وين كان الأمريكان خلصونا من حقبة الدكتاتور، إحنا هسه نوقف ضد الأمريكان، نرجع حقوق الناس اللي دمرها الاحتلال، بيوت، أملاك، أنفس قتلت. ماكو حتى هاي الجرأة، ما عندهم منو يتجرأ يطرح هذا الموضوع. أستاذ محمد، إحنا هسه نطالب الأمم المتحدة باسترجاع الأموال اللي نهبوها. هم اللي نهبوا في العراق أكثر من تعويضات العراق للكويت. اللي نهبوا شكلهم بطاري طيب. يعني هم لسه تنقروا واعترفوا بأنه كانت حسرة عليهم لقمة الخبز. هسه ما شاء الله اليوم كل واحد معتهم بطارية وأموال العراق يعني يتصرف بها كيف ما يشاء. نعم. احنا نريد أموالنا، يعني الأموال الشعب العراقي اللي نهبوها هم هاي. نعم. الأحزاب اللي نهبت العراق. حتى رحنا من الكويت تعويضات الكويت، لكنه طالب دولة بتعويض الحق الشعب العراقي. طيب. الميزانية التجارية وغيرها. شكرا سيد عبد الرزاق من باب الوصلة الفكرة، أشكرك. ويانا رياض من أمريكا، تفضل يا رياض. تحياتي لك أخ محمد. حياك الله. تحياتي للكادر قناة الرافدين البطلة. أهلا وسهلا. تتكلم كل عراقي شريف ومخلص لوطني. حياك الله. بالنسبة هؤلاء حشاكل يعني النفايات اللي أمريكا اللي جابتهم على الدبابة الأمريكية كلهم عندهم حساب في أمريكا. عياد علاوي والمالكي وعبد المالك كلهم اللي جابتهم حسابات عندهم بالبنوك الأمريكية والبريطانية. نعم. والفرنسية. يعني شلون يطالبون أمريكا بالتعويضات؟ ما يقدرون يطالبون لأن فاتحتهم حساب ومشترين قصور ومشترين شركات بأوروبا وكل أمريكا. نعم. فما يقدرون يطالبون شيء. يطالبون أمريكا، أمريكا بتاخذ فلوس من عندهم. نعم. للتعويضات مال الجيش اللي ودوه بالعراق. نعم. فعندي تعقيب الأخ عبد الرزاق. أي. يقول أمم متحدة، شنو أمم متحدة؟ أمم متحدة تزيد كل شهر يأخذ الرواتب مالتهم ويروحون. نعم. شهر الله وكيلك. فكلها مجرمين وكلها يعني كلها إيدها ملطخة. فالمن تحكي المن تقول. طيب. اللهم الطالب العراقي طالب أمريكا الأمم المتحدة إلى أن دول كل النفاية يروحون من العراق. نعم. والميليشيات تيجي حكومة جديدة وطنية وبعدين الطالب. شكرا يا نعم، وصلت الفكرة سيد رياض من أمريكا. مشاهدينا الكرام، بعام 2008 وقع العراق اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي اتفاقية بها شروط كثيرة. هذه الاتفاقية
حذرت منها هيئة علماء المسلمين وقالت بأن العراق بوضعه الحالي في وقتها بوضعه الحالي لا يمكن أن يكون، وهو طبعا الوضع لا يزال مستمر من سيء إلى أسوأ، العراق بوضعه الحالي لا يمكن أن يكون ندا في مفاوضات تجري مع أقوى دولة في العالم. وقالت الهيئة أنه من الطبيعي أن تصب نتائج هذه الاتفاقيات في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى نحو يفقد العراق أو يفقد العراق فيه الكثير من سيادته واستقلاليته وخيراته وثرواته. وأضافت أن هذه الاتفاقية لا تعدو أن تكون هيمنة عسكرية واقتصادية وثقافية للاحتلال الأمريكي يراد فرضها على أبناء العراق. هذه الاتفاقية مشاهدينا الكرام بها شروط، اللي يريد ينهيها لازم يطالب بإنهاء هذه الاتفاقية وينتظر سنة، وبعدها تصبح الاتفاقية باطلة إذا أحد الطرفين طالب بإلغائها. هاي من شروط إلغاء هاي الاتفاقية. الحد الآن الجماعة اللي قاعدين بالعراق اللي دي يحذرون من الاتفاقية الأمنية، الميليشيات والأحزاب، هي هذه الاتفاقية نفسها تمت وأبرمت في زمن راعي الميليشيات والأحزاب نور المالكي بعام 2008. هذه الاتفاقية فيها شروط جزائية. شنو هي الشروط الجزائية؟ الولايات المتحدة تتكلف الدفاع عن العراق، حمايته إن كان يتعرض إلى أي مشكلة اقتصادية سياسية ثقافية أمنية تشارك بالدفاع عنه. لكن إذا تمت وألغيت الاتفاقية يدفع العراق ما أنفق. التقديرات تشير إلى أن مشاركة الولايات المتحدة بعد هذه الاتفاقية بحسب التقديرات أنه حتكلف العراق إذا طلعت 15 موازنة، تقديرات تشير إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي سيتكبدها العراق في حال تم إلغاء هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية القيد الذي كبل العراقيين أبرمه نور المالكي في زمن المالكي في زمن حكومات الاحتلال، وربما قد يكون هذا السبب من الأسباب التي لا يتجرأ أحد على مطالبة الولايات المتحدة، طبعا من حكومات الاحتلال، على مطالبتها بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالعراق والعراقيين. معنا اتصال. السيد أبو علي من البصرة، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. نعم. تفضل. الساعة الليل ساعة تقريبا 12 من الليل الأمريكان لما انضربوا العراق. نعم. طلع الرئيس العراقي السابق هو صدام حسين قالها في لسانه، لقد غدر والغادرون. ما معنى كلامه؟ يعني غدرون الخليج وعلى رأسها السعودية، لأن الطيران الأمريكي انطلق هو من دول الخليج وعلى رأسها السعودية. طيب. وحقيقة دول الخليج هم كانوا متخوفين من الحكومة السابقة. أي. لما دخل الكويت قال لك هذا بعد أيام رايح يحتل المنطقة كلها. تمام. هسا أنا عندي سؤال إليك، عندي سؤال إليك. هاي المعلومات التاريخية الكل يعرفها. عندي سؤال، منو اللي احتل العراق يا أبو علي؟ أبو علي منو اللي احتل العراق؟ أوضح لك الصورة. لا لا ما عندي وقت، والله ما عندي وقت. والنقطة الثانية، لا والنقطة الثانية يا أبو علي، أبو علي نقطتك معروفة ومفهومة. أبو علي أرجوك اعطيني مجال. تفضل. منو اللي احتل العراق؟ أمريكا. تمام. العراق ليش ما يطالب بتعويضات عن الأضرار اللي صارت به نتيجة الاحتلال الأمريكي؟ هذا حقيقة الكلام تحدثنا فيه بقنوات كثيرة. أي. وطالبنا الحكومة العراقية بأن تطالب الأمريكان بتعويضات، وهذا أي. حق. ليش ما حد يطالب؟ ليش ما حد يطالب؟ كل السياسيين الشيعة والسنة والكرد ما يطالبون. أي. مع كل أسف. وهذا المفروض يراد لها وقفه من الشارع العراقي. اها. يعني الحكومات اللي هي من اول حكومه بال 2005 الى اليوم هذا، اجى المالكي، اجى الجعفري، العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي، ما حد منهم طالب. ليش ما حد طالب برايك؟ هذا يراد لها وقفه من الشارع العراقي. نعم يراد لها وقفه ويراد لها شغلات هوايه. ليش ما حد طالب؟ بالنسبه للحكومات ما طالب. اي ليش؟ انا اقول لك شلون.
اكو ضغوطات امريكيه واغلبيه السياسيين اغلبيه السياسيين العراقيين حقيقه عليهم ضغوطات من امريكا. طيب تدري تحالف الفتح اللي هو بزعامه هادي العامري اللي بي الجماعه موجودين ذول الاطار التنسيقي كلهم بالحكومه اللي السابقه وكل الحكومات اللي سبقتها ما حد منهم وهو هم نواب البرلمان ما حد فتح هذا الملف، ليش برايك؟ شويه عيد السؤال ما سمعت السؤال. ابو علي التحالف تحالف الفتح والاطار التنسيقي بالحكومات اللي فاتت وهم نواب البرلمان ما حد منهم فتح ملف التعويضات الامريكيه، ليش؟ شوف استاذ محمد احنا ليش نقول تحالف الفتح؟ ليش ما نقول السياسيين العراقيين من السنه والكرد؟ ابو علي سالتك سؤال واضح ارجوك بس الوقت انتهى الوقت انتهى، سؤالي واضح ابو علي ذولا نواب بالبرلمان عوفك من كل السياسيين، ذولاك عليهم ضغوطات وكذا، الجماعه مو مقاومه مو ضد الامريكان وعندهم حريه بالاختيار والقرار، ليش ما فتحوا هذا الملف؟ ليش ما فتحوا هذا الملف؟ استاذ محمد ولا حد مقاومه اي ولا حد هذه الساعه مقاومه ماشي، ليش ما فتحوا الملف؟ ليش ما فتحوا الملف؟ هذا الملف حقيقه هذا المفروض تسال الحكومه. طيب شكرا يا ابو علي، انت تعرف كل شيء ما شاء الله بس في هذا السؤال ما تعرف. ماشي انا قبل الختام مشاهدينا الكرام أود التذكير أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث جديد، نظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1/2 هذا الشهر هذه السنة، وسيتوقف العمل بنظام SD اعتبارا من تاريخ 28/2 نفس الشهر. لذا لمن يواجه مشكلة في مشاهدة صورة كاملة يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال على نفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات من أجل أن يشاهد البث بشاشة كاملة. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.